اللي بيشجعوا النادي الاهلي. بيقول لك ايه؟ ده كانوا بيضربوا بعض في اسبانيا. في معسكر اسبانيا كانت لعيبه النادي الاهلي بيضربوا في بعض، ومستر لاسارتي مسك في سيد في كابتن سيد عبد الحفيظ ومش عارف عملوا ايه ونقعد كده نقول لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. وهنسكت هنقول ايه؟ كنا بنحاول نجيب لحضراتكم الاخبار يعني عمر ربيع ياسين وكريم احمد كانوا موجودين ليل نهار مع الفريق. وليل نهار قاعدين وليل نهار كانت معسكر بالكامل كان على قناه النادي الاهلي. ومعلش هرجعكم ورا شويه، كنت دايما بقول لحضراتكم ايه الفتره اللي فاتت شهر 2 و3 تحديدا، يا جماعه هتسمعوا الاشاعات كتير قوي. صدقوني لما بيبقى في حاجه بنقول او بنلمح عليها هنا في قناه النادي الاهلي، او على الاقل انا في ملعب الاهلي يعني مفيش، بنقول اللي احنا شايفينه صح. فعشان كده انا بقول لحضراتكم الحمد لله الامور ماشيه بشكل جيد، الدنيا ماشيه بشكل جيد، عندنا مباراه صعبه جدا جدا مع المنافس التقليدي نادي الزمالك وصاحب المركز الثاني نادي الزمالك ايضا. مباراه صعبه، مباراه مهمه، هيكون حكمها حكم مجري بكره ان شاء الله، وهقول لحضراتكم اسماء طاقم التحكيم. فكل تركيزنا في المباراه، انا نقلت رساله الجمهور للاعبين من خلال الرساله اللي انا قلتها لحضراتكم، ونقلت رساله اللاعبين للجمهور. فانا اللي انا بقوله لحضراتكم ما تقلقوش ان شاء الله ربنا يكرمنا، ومن بعد بكره بقى حتى لو ربنا كرمنا بكره ولا قدر الله حصل اي حاجه، انا شخصيا هفكر في اللي بعد كده. بنقلب الصفحه وبنفكر في اللي بعد كده. ربنا كرمنا وكسبنا هنفرح ونتبسط وكل حاجه، وهنقلب الصفحه ونفكر في اللي بعد كده. اتعادلنا هنقلب الصفحه ونفكر في اللي بعد كده. لا قدر الله هنقلب الصفحه ونفكر في اللي بعد كده. هي دي او هو ده اسلوب النادي الاهلي، وهو ده اللي احنا اتعلمناه داخل النادي الاهلي. اتمنى ان الرساله تكون وصلت، سواء يعني اتمنى ان انا اكون وصلت الرساله سواء من اللاعبين للجمهور او من الجمهور للاعبين بشكل يعني يعجب حضراتكم. خلينا نروح لبعض الاخبار الخاصه بمعسكر النادي الاهلي في